اهلا وسهلا بيكم جيمرز يوتيوبرز، انا علي السيد والنهارده جايب لكم تالت حلقه من ميتل جير سوليد 5 ذا فانتوم بين. يا رب تكونوا مبسوطين من الحلقات اللي بعملها قبل كده. زي ما شفتوا انا بحاول دايما اوريكم طرق لعب مختلفه، سواء اذا كان طريقه محترفه او طريقه شويه عشوائيه، عشان اوريكم ازاي ان اللعبه ملهاش حدود، ازاي انك تقدر تخلص مراحل بطرق مختلفه. النهارده هجيب لكم مرحله جديده، خلينا نشوف هجيب لكم ايه بالظبط. انا في مرحله متقدمه شويه من القصه دلوقتي، فانا هوريكم الحلقه رقم 12 بيسكلي. او احنا مطلوب علينا ان احنا نطلع حد من مكان معين. اوكي، هحاول قدر الامكان ما احرقش عليكم القصه. سو امين، انا بحب ده بصراحه. نحب ده برضو. حاجة معايا. ايوه از اوكي. انا لحد دلوقتي طبعا زي ما انتم شايفين انا بقى عندي الحصان، بقى عندي الكلب، بقى عندي كوايت، وبقى عندي الدي واكر كمان. هوريكم الحاجات دي كلها بعدين، بس انا لحد دلوقتي هاخد الكلب صراحة لانه هيز ماي فيفورت. اند يا يلا بينا نبدأ. حاول انا اعدي المشهد الاولاني عشان ما احرقش عليكم اللعبه، لانه هي المرحله شويه طويله. اوكي، فاللي ما لعبهاش لحد دلوقتي مش هحرق عليكم المشهد السينمائي، فهعديه. لكل اللي رجعوا المدارس والجامعات الحمد لله على السلامه. اوكي، ان شاء الله ربنا يوفقكم. خلينا نعمل سكيب. اوكي، فاحنا المفروض دلوقتي نطلع حد اسمه امريك من المختبر. دي هي المرحله بالظبط. كان لازم اطلب السيارة على فكرة، كان لازم اطلب السيارة. نعم، اوكي، ممكن اطلبها. بكل بساطة. ناخد الانتل عشان نعرف امريك فين بالظبط. يا ريت لو بتلعبوا اللعبة دي لحد دلوقتي تقولوا لي انتوا في أي مرحلة موجودين بالظبط، وصلتوا لفين، خلصتوها ما خلصتوهاش، الكلام ده كله. هل عجباكم مش عجباكم برضه الكلام ده كله. يلا يا رب ما نموتش. اوكي، ليه سنة على فكرة في النهار باي ذا واي؟ ده الحلو في الدي دوجر، بس بيديك أماكن الأعداء كلهم. خليه يطلع لي الهليكوبتر حواليا. اوبا، بحاول اهرب من هنا بسرعة قوي عشان ايه
دي بالظبط اطول مرحله في اللعبه، انك تهرب من المكان ده. طبعا بنادي الاخ نطرني معايا فوق الهليكوبتر شافني. دام 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 احاول اهرب من الاماكن اللي على الان. شفتوا كده الهليكوبتر تيجي تخرب علينا الدنيا كلها، لانه اكشلي دلوقتي بقى جه وقت ان احنا نطلب السيارة. طيب لوك انتو ات، انت بتتفرج عليها وانا استنى السياره تجي لي. السياره جت، لانه من هنا يعني من هنا للمكان الثاني طويله شويه، فلازم ناخد السياره والاخ يركب معانا. طبعا انا هنا هارب بكل قوه او بسرعه، وانا بكره على فكره السواقه في اللعبه دي، لانه بتتحكم كل حاجه مع بعض، الكاميرا والتحكم كل حاجه، فتكونوا ضياع. طبعا دلوقتي هنكشف يمكن 500 600 مره في الموضوع، بس سامحوني لانه عشان اخلصها بسرعه. زي كده بالظبط. بسرعة بسرعة بسرعة. أنا بكره السواقة جدا في اللعبة دي جدا. انا حريف سواقه في اللعبه دي. يعني انه عايز اعمل ريلود وعايز اعمل هيل وعايز اعمل كل حاجه في حياتي. طيب نعيد تاني. على فكره هي بتصعب كل ما انتوا تتقدموا، كل ما معاداتكم بتتقدم كمان. اوكي كويس، احنا بدانا من هنا عشان ما اقعش تاني.
الغريب في الموضوع انا عديت على فكره من غير ما حد يشوفني. ده شيء كويس، ده شيء كويس جدا. فانا كمان اللي انتوا شايفينه في الموضوع حلو، ان انا بوريكم انه في طرق مختلفه ان انتوا تقدروا تعملوا حاجات في اللعبه، زي انكم ما تقعوش نفس الوعي انا وقعتها من شويه. لا زي ما انت حلو قوي. Enemy presence detected. The map has been updated. عجبني ازاي انا ايه؟ بتسلى عليه. احنا كده وصلنا للمختبر. هل تعتقدوا هقدر اطلع امريك بسرعه او لا؟ هل توقعوا هقدر اطلعه بسلوك بمهاره وبسلاسه او لا؟ ده هيبقى الفيديو بتاعنا بتاع بكره. انا كده وصلتكم نص المرحله، وريتكم ازاي تقدروا، ان انا دلوقتي وصلت لمرحله متقدمه شويه، بقى معايا اكتر من صاحب اقدر اخده معايا على المعركه او على المحل اللي انا بعمله، ان انا دلوقتي بقدر اجيب وادي سيارات واخد كونتينرز الكلام ده كله. فيا رب تكون انبسطتوا بالجزء الاولاني من المرحله دي. استنوني بكره عشان اوريكم الجزء الثاني واشوف اذا هنطلع امريك ولا لا. مزيد عن الفيديوهات عن الالعاب وغيره كتير، انتوا موجودين في مكان مناسب. IGN الشرق الاوسط.